بالنسبة للـ requirements engineering، بنقول مهم جدا جدا إن نعمل حاجة اسمها requirements engineering، لأن الـ requirement لازم تتعمل بطريقة منظمة وبطريقة مهندلة وبطريقة مهندسة، بحيث إن أقدر define أو أمنتين requirements over time. يبقى زي ما بنعمل حاجة اسمها requirements elicitation، اللي هي استنباط المتطلبات، أو بجمع requirements عن طريق workshops، عن طريق brainstorming، عن طريق focus groups، وبعدين بعمل لها structuring بشكل أو بآخر، وبحطها في document في فورمات معينة. الفورمات دي مفهومة لكل الناس، لكل الستيك هولدرز اللي موجودين عندي في البروجكت. وبعدين بعمل ديزاين لليوزر اكسبيرينس، وبعدين بعمل فاليديشن للريكويرمنت اللي انا جمعتها دي. كويس جدا. قلنا ان عمليه الاستراكشرنج، ان انا بايزوليت وبخلي كل الريكويرمنت تكون ايدنتيفايبل، يعني لها كيان ولها اي دي. الاول الجول من الريكويرمنت ان انا اعمل استراكشرنج للريكويرمنت بتاعتي، ان انا بحسن المينتنس بتاعت عمليه الريكويرمنت اوفر تايم. بعد كده بنروح نقول ان عمليه الاستراكشرنج ان احنا بنايزوليت وبنخلي كل الريكويرمنتس تكون ايدنتيفايبل وبيكون لها كيان ولها اي دي. وبعد كده بقوم قايل ان انا بعمل اورجنايز للريكويرمنت دي، واعمل لها كلاسيفيكيشن، وبانوتيت هذه الريكويرمنتس طبقا للبرايورتي والامبورتانس والتريسابيلتي. بيبقى مثلا فيها رقم، وبستخدم الرقم ده بعد كده في عملية الديزاين. ناخد بالنا ان من الحاجات المهمة جدا جدا ان انا اعمل تصميم او يوزر اكسبيرينس ديزاين، الهدف منها ان ابروفايد كوهيرنت، وكمان احقق الخبرة على الديفرنت ارتيفاكتس اللي هي هتطلع بالنسبه لليوزر، واللي هي بتكون من السوفت وير سيستم بتاعي. زي مثلا ان استخدم حاجه زي اليوزر سنترد اناليسيس، يعني بركز على ازاي اليوزر بينتر اكت مع السيستم، بركز ازاي اليوزر بينتر اكت مع السيستم بتاعي. زي مثلا لو انا رايح اعمل اوتوميشن لبيزنس بروسيس معينه، بطلب الورق اللي هم شغالين بيه او شغالين عليه، بشوف دورات العمل متوثقه بشكل فواتير ولا ايه، بعمل الانترفيس بالشكل اللي هم متعودين عليه، أو أعمل لهم حاجة تانية زي مثلا حاجة اسمها موكابس. الموكاب دي عبارة عن شاشات بس بتظهر ليهم، ما فيهاش أي كود ولا فيها أي حاجة، زي الفورم اللي احنا بنعملها في الأكسس. أو بعمل ديزاين مثلا لريبورت على الوورد عشان ما ارسمش بإيدي. فالحاجات دي كلها بنسميها إيه؟ الإيه؟ الموكاب، عشان اليوزر يبقى شايف هو هياخد سيستم شكله عامل ازاي في الاخير. يعني لما بنعمل الكلام ده
بنبتدي نعمل حاجة اسمها الريكويرمنت فاليديشن، يعني أشوف ما هي السيناريوهات المختلفة للريكويرمنتس المختلفة اللي موجودة عندي. هل في أي ريكويرمنت متعارض مع ريكويرمنت تاني؟ وبالتالي أبدأ أحط الريكويرمنتس بتاعتي كلها مع بعضها، أشوف العلاقات اللي ما بينهم، أحط السيناريوهات بتاعتي وأشوف هل في أي تعارض ما بين الريكويرمنتس ديت وبعضها ولا مفيش تعارض مع بعض. غالبا ساعات بيحصل الكلام ده في النون فانكشنال ريكويرمنت، موضوع التعارض وعدم التعارض. هيحصل تعارض ازاي؟ هيحصل تعارض مثلا ان في يوزر بيقول لك او كاستمر بيقول لك او ستيك هولدر بيقول لك انا محتاج سيكيورتي عاليه على السيستم بتاعي، بس في نفس الوقت انا محتاج اليوزر يلوجن في ثانيه. هتقول له انت طيب هنا في تعارض، انت عشان خاطر الراجل ده يلوجن في ثانيه انت بتقول لي انا عايز اعلي السيكيورتي، انا عايز مثلا يوزر نيم وباسورد، عايز تو فاكتور اوثنتيكيشن، انا عايزه مثلا هو بيدخل يقول له معلش ابعت لي رساله على الموبايل يدخل بيها. طب ما ده كله متعارض مع بعضه، ازاي هيخليك تعمل الستبس دي كلها وفي الاخير تلوجن في ثانيه واحده او في ثانيتين؟ من الحاجات المهمه ان احنا نشوف الريكويرمنت كومبليتنس. هل الريكويرمنت كومبليتد ولا لا؟ هل كل حاجه عندي ولا لا؟ عايزين برضو كمان نشوف اذا كان في دوبليكيشن ما بين الريكويرمنتس وبعضها ولا لا، وبالذات لو كانت الريكويرمنت بيتم توصيفه باكتر من شكل، يعني انت حاطه في شكل تكست وفي شكل يوز كيس، يبقى لازم اطمن ان اليوز كيس والتكست ريبريزنتيشن يوزر ستوريز مثلا هما الاثنين نفس الحاجه. لو انت مثلا عامل موصف بحاجه وواحد تاني موصف بحاجه، فلا بد اشوف موضوع عمليه الريبريزنتيشن ديت الاثنين بيأدوا نفس الغرض ولا في دوبليكيشن. من الحاجات المهمة جدا ان بنعمل حاجة اسمها بيزنس بروسيس موديلنج اند ري انجينيرنج. لو البرنامج بتاعي بيأوتوميت بيزنس بروسيس معينة، مهم جدا جدا ان اخد بالي من الطريقة اللي انا بشتغل بيها السوفت وير بتاعي والتفاصيل بتاعته، وبالتالي انا محتاج اديزاين سوفت وير عشان يفت ان اورجنايزيشن اوبريشن ستراكشر. السوفت وير طبعا ممكن يغير البيزنس. السوفت وير بيغير ايه؟ بيغير البيزنس بتاعي. السوفت وير مش لازم يكون بيكابشر البيزنس اسيز زي ما قلنا قبل كده، ده ممكن يغير شكل البيزنس. وجوه السوفت وير احنا نلغي خطوات كتيره جدا جدا كانت بتحصل على الورق، كانت موجوده قبل كده. ناخد مثال، زمان عشان نشتري حاجه مثلا من شركه كنت بتحتاج انك مثلا تروح تطلع امر توريد، وبعدين تروح تعتمد أمر التوريد، وبعدين بتروح تراجع أمر التوريد، وبعدين يطلع لك فاتورة وتروح تدفع اللي في الفاتورة، وبعدين تروح تستلم. فالكلام ده كله ممكن نعمله في خطوة واحدة، وباقي الخطوات دي كلها نحطها جوه السوفت وير من غير ما حد يشوفها. وبالتالي أنا محتاج آخد
البروسس اللي موجودة دي زي ما هي، وبعدين أعمل لها ما يسمى بالري انجينيرنج زي ما قلنا للبيزنس بروسس بتاعتي، عن طريق إن أنا أضم مثلا تو بروسس مع بعض، أو أغير فيها بطريقة أو بأخرى، أو أشيل منها حاجة أيا كانت. يعني ده مفهوم الري انجينيرنج. في حاجة اسمها البيزنس بروسس موديلنج. البيزنس بروسس موديلنج من الحاجات المهمة جدا 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 اللي هي بتخليني أقدر أكابشر البيزنس اللي هو موجود عندي، وأقدر أطلع منها البرودكت بتاعي بصورة كويسة، واتكلمنا عليها قبل كده. لكن بنقول تاني إن من الحاجات اللي بعمل بيها بيزنس بروسيس موديلنج، لازم ابقى فاهم كويس قوي 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 حاجه اسمها اورجانيزيشنال ستراكشر، الاستراكشر بتاع المؤسسه اللي انا بشتغل معاها وبعمل لها سوفت وير. لازم اكون فاهم عندهم كام مستوى من الاداره، كل اداره ايه علاقتها بالبيزنس بتاعي، بيتبعوا اني قوانين، كمان ما هي البيزنس بروسيس اللي ماشيين عليها. لازم اكون فاهم طبيعه البروسيسز المختلفه اللي الشركه دي شغاله عليها. هل الشركه قطاع عام ولا قطاع خاص؟ هل الحاجه دي بتبع الجيش ولا دي حاجه تانية؟ طبعا الكلام ده بيفرق سواء كانت المؤسسة كبيرة، مؤسسة صغيرة، تتبع حاجة معينة في الدولة، هل قطاع عام، هل قطاع خاص، فبيفرق كتير. كمان هل في اي تي انفراستراكشر موجود عندي في الشركة ديت ولا لا؟ هما بيشتغلوا على نفس الاولد سيرفرز بنفس الداتابيزز اللي عندهم، وبالتالي انا هبقى مضطر ان اشتغل على نفس الداتابيز دي بالقيود بتاعتها، ولا احنا ممكن نشتري هاردوير جديد وسيستم جديد ونغير في الداتابيز والحاجات دي كلها. كمان البيزنس انتيتيز، ايه هي الانتيتيز المختلفة اللي موجودة في المؤسسة، سواء كانت داتا produced and processed by the organization. كل دي حاجات بنعمل بيها بيزنس بروسيس موديلنج. ناخد بالنا ان قبل ما نروح حتى للسيستم ديزاين، كل الكلام اللي احنا بنقول عليه في البيزنس بروسيس موديلنج ده بحطه في بيزنس بروسيس، او بنسميه بروسيس موديلنج او بيزنس موديل. كل الحاجات دي تبع الريكويرمنتس بتاعتي. وناخد بالنا ان وانا بعمل البروجكت بلان بتاعتي كبروجكت مانجر، يعني بحط وقت للكلام ده كله. لو انا مثلا عندي سيستم، هشوف انا محتاج سيستم اناليست ولا لا، مين اللي هيعمل الكلام ده؟ كمان انت محتاج سيستم اناليست مش بتاع سوفت وير، ده انت محتاج سيستم اناليست بتاع مثلا صناعة أدوية، راجل اشتغل في الأدوية كتير. خلينا ناخد مثال ونقول، هنفترض انك بتعمل سوفت وير لشركة من اللي بتنتج أدوية، فانت محتاج اناليست يكون فاهم يعني ايه انتاج ادويه، لان انتاج الدواء مش زي اي انتاج تاني. الطبيعي ان بعد ما بيخلص الانتاج بنروح نعمل باكجينج للحاجه اللي احنا انتجناها، البرودكت بتاعنا، وبنحطها في المخازن، وبعد كده بنبدا بقى نطلعها ونبيعها للعملاء بتوعنا، سواء كان على حسب بقى جمله او قطاع، انت حسب انت بتتعامل مع مين. بس خد بالك بالنسبة للدواء،
انت بعد ما بتخلص لازم تروح تاخد عينة توديها للمعامل بتاعة وزارة الصحة وتبقى ايدنتيفايد، وبتروح بتطلع الحاجة بتاعتك في شكل حاجة اسمها باتشز، وبتبيع الباتشز ديت بس لما تاخد الاول ان الايه الختم بتاع وزارة الصحة. ولو جالك اي اعتراض بعد كده من وزارة الصحة، حتى لو الدواء انت نزلته للصيدليات او المستشفيات، لابد انك تروح تسحبه تاني من السوق. وبالتالي فيه بيزنس مختلفة. لو السيستم اناليست بتاعك اللي راح يعمل اناليسيس لسيستم خاص بالدواء، الراجل ده لو هو ده تخصصه، ما ينفعش مثلا تجيب واحد كان شغال مثلا اناليست مع البنوك من 20 سنة او اكتر، وتروح تخليه يشتغل في كاناليست يعني ليه انتاج ادوية، مش هيعرف يجيب البيزنس بروسيس المظبوطة بتاع شركة الأدوية، شركة الدواء غير شركة العربيات غير مثلا الكليات غير الجامعات غير أي حاجة تانية. فلو بتعمل سوفت وير زي الاس اي اس بتاع الجامعات اللي هي الخاصة اللي هو الجديد ده، فأنت محتاج مثلا حد يشتغل فيه كأناليست للجامعات مدة كبيرة. عايز سيستم أناليست مثلا يكون أستاذ في جامعة، أو يشتغل قبل كده على اس اي اس، او مثلا حد يكون مخضرم في شغل شؤون الطلبه في كليه ما. عايز خبره لشخص يكون اشتغل في الحاجه دي لسنوات كبيره. فانت بالتالي البيزنس بروسيس موديلنج بتاعتك بتختلف من تطبيق لتطبيق تاني. بعد كده بندخل على مرحله السيستم ديزاين. هنا بنحط بقى ايه، بنعرف وبنحط الاستراكشر بتاع السوفت وير اركتكشر بتاعك، بنسميه السيستم اركتكشر. انت بتحط الاستراكشر بتاع السوفت وير، ممكن يكون زي ما شفنا مثلا في الهرم بتاع السوفت وير من شوية، يا اما يكون اركتكشر ديزاين يا اما يكون ديتيلد ديزاين بشكل او باخر. لازم الكلام ده يكون منعكس علي انا ك بروجكت مانجر، لان ده بيوريني حاجه اسمها الناتشرال ديكومبوزيشن اوف ذا ورك. يعني بمجرد ما خلصت الديزاين انا ابقى عارف وانا بقسم التاسكس هتاخد مني وقت قد ايه. يعني انا عملت ديزاين طلع ان انا في الديتيلد ديزاين عندي مثلا 17 كلاس، كل كلاس فيه مثلا 50 ميثود، فانا اقدر استيميت انا محتاج كام ديفلوبر يكتبوا الكلام ده وهياخدوا وقت قد ايه. عندي كمان حاجه اسمها اركتكتشرال باترن. ممكن نستخدم الاركتكتشرال باترن او الديزاين باترن، لان السوفت وير بتاعي ظهر في شكل بايبلاين ده اركتكشر، او في شكل لاير ده اركتكشر، او في شكل داتا سنتريك ابلكيشن ويز تو ام سي فيز، او كلاينت سيرفر اركتكشر. الحاجات دي كلها بنستخدم معاها حاجه اسمها الديزاين باترن. فالديزاين باترن هتبقى مختلفه، احنا مش هندخل في تفاصيل الديزاين باترن، لكن كل واحده في دول بتنعكس على البلان بتاع البروجكت بتاعك. وناخد بالنا ان هدفنا نعمل بروجكت وايه ونمانج البروجكت، ازاي نعمل له بلان، ازاي نعمل له مونيتور، ازاي نعمل له كنترول، ازاي نقفله وبعد كده نسلمه لليوزر. فكل واحده من دول هتفرق معايا في مثلا حجم اليوزرز
الخبرة اللي احنا هنستخدمها. يبقى هي دي الاركتكتشر باترنز اللي احنا قلنا عليها، وقلنا مش هندخل في تفاصيلها، كده كده حدثوها ان شاء الله في السوفت وير انجينيرنج. لكن كل واحده من دول بيفرق معايا في المانجمنت بتاع البروجكت بتاعي. بعد كده الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن هنا مرحله، هي دي المرحله اللي السوفت وير فيها ببدا اكتب فيه كود. يبقى هنا في السوفت وير ببدا اكتب بقى ايه، اكتب الكود، اعمل تيست، اعمل فاليديشن، وكل الحاجات اللي هي خاصه بالكود. يبقى في الامبلمنتيشن دي المرحله اللي فيها ببدا اكتب الكود وبعمل تيست وبعمل ديباج وبكومبايل وبفاليديت وكل ده. طبعا بيكون في بروجكت مانجمنت اكتيفيتيز، زي ان انا اشوف مثلا البرود اكتيفيتي المختلفه، اشوف السايز ماتريكس، يعني السوفت وير بتاعنا بيكبر بيصغر، الناس شغاله ولا ما بتشتغلش. بشوف كمان الكواليتي ماتريكس، خلينا نقول السوفت وير ماتريكس دي عباره عن مجموعه من القياسات اللي انا باخدها. خلينا نقول برضو ان البرودكتيفيتي والسايز ماتريكس دي حاجه زي اللاين اوف كودز، حاجه زي النمبر اوف كلاسز، حاجه زي النمبر اوف فانكشن. ما هو ده بيوريني السايز بتاع البروجكت بتاعي، ودي وحجم البرودكتيفيتي اللي انا وصلت لها قد ايه. كل ده بيتبع البرودكتيفيتي والسايز ماتريكس. فانا عارف ان السيستم بتاعي بعد شهر المفروض مثلا يكون فيه 20 كلاس اتكتبوا. طيب بعد اسبوع في كم كلاس اتكتب من ال 20؟ طب كم واحده عملنا لهم تيستنج؟ طب كم واحده اتحط فيهم ديتا؟ وهكذا. كمان الكواليتي ماتريكس زي الفان ان والفان اوت والسايكولومتريك والكومبلكستي، بيعبر برضو عن جودة السوفت وير. عدد الجلوبال فاريابلز، عدد اللوكال فاريابلز، الايسوليشن بتاعتي شكلها عامله ازاي، هل انا عملت دوكيومنتيشن ولا لا، ده برضو من ضمن الكواليتي. هل كل حاجه كومنتد ولا لا، الكود اللي كومنتد افضل بكتير جدا من اللي هو ما فيهوش كومنتات. يبقى شغال بكواليتي معينه في النيمنج، في الكواليتي بتاعت الفاريابل، وهكذا. هل انا بستخدم كودنج ودوكيومنتيشن ستاندرد ولا لا؟ هل بعمل كود مانجمنت براكتس ولا لا؟ هل انا عندي فيرجن مظبوطه ولا لا؟ هل انا عندي ريليز ستاندرد بشكل مظبوط ولا لا؟ عشان ابدا ارفعها على الريبوزيتوريز اللي هي موجوده عندي، سواء مثلا كنا شغالين جيت هاب ولا شغالين اس في ام. الحاجات دي لوكال ولا على الكلاود، الحاجات دي كلها بتفرق معايا في عمليه المانجمنت. ده هي مرحله الامبلمنتيشن.